شارع تضرب انت الاستقبال المبتل بدل ما تقول الحمد لله على السلامة. جايين من تحت القصف والقرص والقبط واللزق والرصاص. هلا هذا هو ابن حماك اللي قلت لي ما؟ هذا هو. هي حالة طارئة اليوم، نحكي موضوع البناية بعدين. بس قصف ورصاص ممكن تسأل لي يا سؤال؟ لو كانوا سؤال هو متحمل كانوا طالع من قبل. صاع صاع روح. ايش شو هاد؟ مخابرات؟ لعبوا عمتي لعبوا، فشوا قهركم البيت بيتكم مثل الفراشات. لا تقلي لي ايه شكلها عم بترفس. ما تخالب بسألك سؤال. شو شعوركم واحساسكم النفسي وانتم تحت الضرب؟ يلعوا قلبك. ايه حلي عن مرت خالك، حلي عنا وروحي طقي الحمام. انا امي دقوا لك انا خلص ماشي. ايه مو بس حمام، نحن بدنا نقع بكلور. إلنا شهرين عم ندشم ونبني ندشم ونبني بهالسواتر. الله حظك بعد شوي. لا انت بدك تسميه على اسمي. كيف خال؟ شلون شايفني؟ غرفتي. لا تعال هون، تعال هون لوين رحتي؟ شوف ابنك المصون شو عمل برجلي. الله يخلي لك يا ويسلمه. الولد له بار تلتين وللخال. ولك اترك الالعاب نزيل على التخت يخرب بيتك نزيل. رندا نفض الحمام. شو عامل انا لربي بس؟ شو عامل؟ اهلين ابو سالي كملت. كيفك ابو غزال؟ الله يخليك يا رب يا ميت اهلين. صحيح الخبر اللي سمعناه؟ انو خبر؟ عن عفوك من إدارة المدرسة وصرت مجرد مدرس قومية. مجرد مدرس قومية؟ ايه الشغل مو عيب، لكن عين تطرقكم. أي خبر ما بيصل لعندكم إلا بس لا تشبتوا فيه. منين دريت أنت؟ مو أنا أبو نضال. طبعا أبو نضال، ليش في غيره؟ لا وأنا مثل الحمار عم بسأل. في مصيبة بتصير بالحارة اسم أبو نضال ما بيشك فيها. نعم يا جار رضا، شالوني من إدارة المدرسة وهلا انا مجرد مدرس قومي. بيعوضك الله جار، بس يعني انا عم اقول لحالي انه اكيد هلا بيكون راتبك ناقص وبدك تفتش عن شغل جديد مشان طالع مصاري. ما فهمت هي منين جبت النظريه؟ مو انا، هي مثالي قالت لي اكيد هلا رح يرفع لنا اجار الملحق مشان يعوض هذا الفرق. بيصير هيك يا جار، الجيران لبعضها. الله موصى بسابع جار. بس يا ابو سالي عيب عيب. يلا روح البيت، أنا بدي أرفع الأشار. صحيح شفت ناس إجوا لعندك، مين هدو؟ سعيد أخوه لمرتي ومرته وزينجو ورينجو. زينجو ورينجو هدول اللي كانوا محاصرين بمنطقة ساخنة؟ أي نعم. معناها رح تطلعونا من الملحق وتسكنون محلنا. أنا لازم أخبر مثالي. لك شو هالبني آدم ها؟ لو بعدت له رينج هو يحطه مو أحسن؟ أخوكي مزوي ها؟ مزوي كتير. جهاد لا تبلش تسمع حكي. ما راح سمع حكي، بدي أحكي هدج. صار نص الليل يا بنت الحلا، بدنا نام. بدي نام راح طق أنا. بدنا نام يا أخي. بدنا ننام يا جينجو. حبيبي 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 حبيبي، انت طول عمرك قلبك كبير وبتحب لولا. هدول المعسكرين
صار لهم شهرين محبوسين. خطي عندهم طاقة بدهم يلعبوا. خطي خطي الحق معك. وأنا شو ساوي بطاقتي اللي صارت بالحديد؟ حبيبي أنت طول عمرك طاقتك بالحديد يا قلبي. الحق خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا، عندهم طاقة بدهم يفرقوا. لك كل الأولاد عندهم طاقة، بس هدول غير طبيعيين. شو ها؟ عندهم طاقة بتشغل مفاعل نووي. بدي نام، بدي نام يا عالم، بدي نام يا سعود. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عيوني حبيبي، طول بالك كرمالي، الله يوفقك. بدي نام. بدي نام. رجعت رجعت زي عندك شحاطة ساي. سعيد وين شغال؟ صباح الخير. صباح النور بابا. ليش هيك صافي مثل الطلايع؟ خلص الرساج وعصيان. على السلامة. أوف شو هاد؟ أنا متأكد إنه هو سبب أزمة الكيماوي بالبلد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طول عمرنا منجيبكم شحط ومن تخوتكم، شو هالنشاط من غير شر؟ مو نشاط النهود، فرويد بيقول لكل فعل في رد فعل. الفعل أبدا ما في داعي اشرح لك عنه لأنه ليك واضح. أما رد الفعل فإنه نحن نلبس ثيابنا نطلع من هالبيت. مزبوط أمي، وأنا فعلي من فعلة، قصدي يعني قولي من قولة. صباح الخير، تقبرني. أميرتي صباح النور. طمني إن شاء الله ارتحتوا بالنومة. ماشي الحال، أمرنا على الله. حليم خود نسيم وروح عند أمك عوام. امشي بسرعة بسرعة أنت وياه. رح ساوي قهوة نتصبح فيها. لحظة أختي، بدي إياكي بشغلة صغيرة بس مهمة كتير. خير إن شاء الله. جهاد قايل له شي كلمة هيك ولا هيك؟ أنت بس خبرني. جهاد ما حكى شي، حتى لو حكى كلامه على الفاضي، لأني بعرفك أنا، أنت الكب الكل وكلمتك ما بتصير تنتين. أمي علي شو قالي؟ ما حدا بيسمعنا. يلا لازم أشوف شو صار بوظيفتي. صار لي شهرين ما داومت، خايف كل حطولي. لا يا سعيد، تجي بتقعد هون، هاد بيتك ومطرحك بيت أختك، هاد لك قلبي. سعيد صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. أكلت بطيخ؟ إيه كتير طيبة. صحتي صحتي. شو تلحس الباقي؟ الحمد لله. إنه بس قلي يا ابن الحلال، عندك ولدين الله يسلمون مثل القرود، وكنت ساكن صار لك سنة بمنطقة ساخنة تحت الخبط والضرب، ولسه بدك تجيب أولاد، لك أجدى بنتين. إشي بك صار؟ خفت يصير لي شي؟ مين بدي أكمل نسل العيلة؟ والله مزبوط، هيك عيلة ما بصير ينقطع نسلها بنوب. ليك جهاد، بعرف شو بدك تحكي، ما بصير تجيب سيرة عيلتي على لسانك. لك رنوش أنا عم بمزح معه ولا هو؟ دخيل الوش أنا. أختي رح أكتب لك على ورقة الغراض اللي بدنا إياهن. أنو غراض؟ مو مرته مو مطولة حتى تولد، عم تتوحم على كم شغلة، بدنا نجيب لها إياهن. ولا بدك لحمة تطلع بعين الصبي؟ أنا مهمة اجتماع. خلونا بصلب الاجتماع عشان ما تتأخروا على الجامعة. انت ما عندك دوام اليوم بابا؟ لك انا دوام؟ انا ما رح اغادر طالما هالقطيع عنا. انا بخاف ارجع شي يوم من الشغل لاقيهم اكلين امكم. بنتي انا رايح، اذا ذكرتي قولي لي. الا سهر، هاي ورقة بالاغراض المطلوبة. اغراض شو؟ بابا مرت خالكم عم تتوحم. يس هي العينة اجت لعندي.
بتعرف بابا انه الطب لهلا ما قدر يكتشف شيء عن اللوحام؟ اكيد رح كون السباقة بتشريحي الظاهرة العلمية والنفسية. ليه؟ بدك تشرحي مرت خالك؟ انا شو هالعبقرة هي؟ يعدمني يا الو، لك كل ما قالت شغلة بدها تطلع صنجة عرض. عيب حبيبي، لوين رايح؟ اختي مات لك بدي روح مشان الوظيفة، خايف يكون احطولي. الله معك، روح ان شاء الله بتلاقيهم مرجعينك. دربك اخضر، الله يوفقك، الله ياخذ بايدك، ان شاء الله التراب اللي بتكمشه يقلب. روح بس روح. روح هار روح، الله معك. حبيبتي انا رايح، بدك شيء ادعي لي. لك وين بدك تروح وتتركني لحالي؟ انا شو بدي اعمل بدونك؟ حبيبتي قلت لك بدي راجع مشان الوظيفة. لا انا بخاف عليك من الطريق. ايه قول لجهاد يروح بدالك. لا تخافي ما راح اتخلى عنكم. انا بدي اروح محله. لا يا سرفتي العزيزة، ليش بالاساس مين الاجدب اللي بده يخطفه؟ انا متاكد اذا خطفوه تاني يوم بدهم يطلعوه. بتعرفي ليش؟ ما حدا بيتحمل الغلاصه. بنوب لك سكنتوا سنه بالمناطق الساخنه، خبطوا ضرب وما حدا خطفه ولا انسرق. هلا جاي. ايه لا انا هنيك ما كنت خليه يطلع، انا اللي كنت روح. لا الله لا يوفق، الله لا يوفق، كنت تخليها تروح وطلتها بالبيت. شو يا صهر؟ قلنا لك من شان النسل، دعونا. الله معك. الله ياخذك. ايه بابا. يا ما انت كريم يا رب. ايه بابا، نرجع لموضوعنا. ليك لسه عم تاكل؟ مو معقول. نحن اتفقنا نحن السيدة الوالدة مشان قانون الاكتفاء الذاتي الجديد حتى يتلائم مع وضعنا بعد ما هجموا علينا هذه العائلة المنقرضة، وبعد ما شالوني من إدارة المدرسة وضليت أستاذ وراح يروح مني 5000 ليرة من المعاش. بابا شو هي سياسة الاكتفاء الذاتي؟ أنا سمعانة فيها بس ما عم بتذكر وين. بابا هاي مبدأ مثل مبدأ الاشتراكية، يعني هلا في شغله مثلا عندك بالبيت قادره تعمليها اعمليها، احسن ما تجيبي حدا من برا ويعملها هو وتعطيه مصاري. يعني شغله تخرمشت بتدهنيها، شغله تكسرت بتعدليها، شغله توسخت بتلمعيها، هيك شيء. برافو عليك بابا، حلو وضع سياسات وخطط بالحياه. شوف لقلك، بيقول فرويد عندك بابا، عندك بحريه يا ريس والشرقيه يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس. خلص حاجة صحصحتوا؟ أنا أصلاً غنيتها، بدي أكون فرفشة. إيه بابا، هلأ هذا القانون حسب المستجدات رح نغيره مع وجود هذه العائلة الكريمة. رح ننتقل لقانون جديد. وشو هو هذا القانون الجديد؟ ما في غيره، قانون الطوارئ. وليه؟ أول شيء لازم نهتم فيه هو مرت خالكم. مرت خالكم عم تتوحم وما بصير نتركها هيك، لازم نلبي كل طلباتها. عن جد حبيبي؟ يا حبيبتي بالعكس، أنت بتعرفيني منيح. بزمانك لما أنت كنت تتوحمي أثرت عليك بشيء، حتى لبن القاء لو طلبتيه كنت جيبه. صح. تقبر قلبي إن شاء الله يا حنين أنت. خلونا بهذا الاجتماع بابا وقلنا شو دورنا بهذا القانون. بابا بابا دوركم بالضبط، إذا في شغلات مو ضرورية بلا ما نجيبها. ولأيمتى هالوضع؟ بابا قال الوضع بيستمر لحتى خالك وعيلته يغادروا من عنا. وإمتى هيغادرونا؟ بدي أحفظ سكابة أنا. لا يا بابا، هدول بيت خالك، عيب تحكي هيك، قد ما بدهم يقعدوا بس بعد بكرة لازم يتقلعوا. شو هاي؟ أنت عم تضحك علي بقصة لوحام مشان تقلع أخي من بيتنا؟ أنا؟ إيه أنت، الزلمة هربان من بيته رح متكزبته بالشوارع معقول؟ أنا؟ إيه أنت؟ لك أنا بدير بالي عليه بس أكثر من يومين ما عندي قدرة. ليش من غير شر؟ شر؟ اسمع شرفي. هدول مين كاتبها؟ سعيد اقري موز
كاجو مانجا 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 كيوي لك منسف عربي مع مكسرات. شوفوا هون ستيك عجل بالنبيز. وين صارت هاي؟ ليك شو كاتب لي؟ ملاحظة أهم شيء الأناناساي. ليك ليك طلع طلع شوف المشار كسرت أكلة ثلاث جاطات. اسمع بابا بدي بعتك البزورية وجنب دركل بتشري لي نص شوال درة صفرة نجي هون بالكفكير بس على تمه. أنت بتفتحي لها تمه وبسخن تحتها. لا تاكل لسمك. لا مو تاكل لسمك شوي بعد. جهاد خلص جهاد خلص جهاد. ولو كان يا سيدي هاي حامل ولازم نجيب لها كل الشغلات اللي هي بتشتهيها. شرب سيدي لا تضوجي علي. أنا عم بصبر هلا بس ليرجعوه من وظيفته، إذا رجعوه كتر خير الله، وقتها أنا بدور له على بيت مفروش، باخذ له إياه، وبندفع له أجرة شهرين، وهو بياخد راتبه بيصرف وبيقسط، منيح هيك؟ أنا حبيبي حبيبي اذا ما ضبطت قصه الوظيفه تبع سعيد شو بدنا نعمل؟ ينبلى بالعزا. انا ما دخلني. يروح على الضيعه يقعد بيت اهلك اذا ما بده مثل الهندسيين يقعد بمركز ايواء. لا تشهقي ما في حدا. لا تشهقي دخيلك. انا يومين بقدر اصرف عليه اكثر من يومين. انا تصير نازح مو بس نازح نازح ويوعي. اهلا 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 يا ميت. اهلا وسهلا. اهلين جار تاخرتوا. شو رفيق جهاد ناطرنا ولا هو؟ ما انا بعرف بدك تأنبز من قبل ما يطلع الضوء. اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ جهاد. في اجراءات روتينيه بدنا نعملها اذا ما عندك مانع. لا ولو ما عندي مانع انت الوحيد اللي بيحق لك تعملها. اهلا وسهلا. ما قلت لك يا رفيق شفيق انه الرفيق جهاد متعاون؟ تفضلوا تفضلوا. فوت قدامي لنشوف المصيبه. مصيبة سعيد. مرحبا أختي أم يزن. أهلين أبو نضال. أهلين سيدي. أهلين. أخي يسرى فوتي ارتاحي جوا. فوتي 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 تفضلوا سيدي تفضلوا تفضلوا. شرب شرب أنا. ولع 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 حليب حليب زين زين سب. لا تواخذونا يا جماعة. ما يشوف حما فوت نجوم لك ما تواخذ أولاد. هلا وميت سهلة تفضل. شرف شرف. هلا وسهلا. هلا وسهلا أبو رضا. لا تواخذنا. عيب أولاد مين هلا رود هدول؟ هدول أولاد سعيد بن حمي أخوها لرندا. عدم المؤاخذة سيدنا. يخرب بيتهم مستقبلهم واضح. هدول اكيد مجرمين بس لا تخاف ما في شيء سري. رح ساوي لكم قهوه. اولادك الله يخلي لك اياهم راحوا على الجامعه ما هيك؟ اي والله يا ابو نضال. وابن حماك طلع ما؟ ابو نضال انت طول الوقت قاعد برا مثل الرادار ما شاء الله على الرايح والجاي. ليش عم تسألني؟ مشان نعرف شو بدنا نكتب بالضبط. ضبط شو؟ والله يا أستاذ جهاد بتعرف هاليومين في تدقيق شوي على مين عم يسكن بالحارة مين عم يفوت مين عم يطلع. يعني هالشي حفاظا عليكم. بعرف والله بعرف. الله يهدي البال.
الله يعطيكم ألف عافية. فبدنا نسألك كم سؤال عن ابن حماك اللي سكنته عندك. ابن حماي مو ساكن عندي. ابن حماي جاي زيارة وماشي بكرة. حتى ولو مو هلأ طالع من منطقة فيها اشتباكات، فبدنا يخبرنا شو شاف شو صار شو سمع، ممكن نستفيد من معلوماته عسكريا. شو الحكي سيدنا؟ بدك تستفيد عسكريا من ابن حماي؟ هذا واحد اخرطي كذاب. إذا أخذتوا كلامه بعين الاعتبار يمكن أروحكم أشي لفة. صدقني بالإذن. شو بتعني؟ شو بدك؟ لك جهاد، إذا بتخليهم ياخذوا لسعيد والله ما ببعت لك بالبيت ولا لحظة. لك ما بدهم ياخذوه، شو بدهم فيه؟ ناقص الحكومة بس حبسلوا عنه. لك هدول إذا سألوا على حدا ما بقى بسأل عنه العافية. لا 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 لا، هدول جماعة قايمين لقيمة، بيعرفوا مواقف الوطنية. شفت شلون فاتوا باحترام؟ وانت هالاحترام قاعدين هلا، ما تخافي لو بدهم ياخذوه ما بيستأذنونك. رجعت وجعت بالله. شو ليش على كيفهم؟ والله إذا بيقربوا عليه لروح وقف أنا والولاد على باب الدار وننبطع هيك على الأرض، وساعتها إذا بدهم يفوتوا ياخذوه فاليوم الرفوق إيش سادنا؟ أنا والسادنا أنت بتعملي لي مثل الأجانب. أنت اسكتي اسكتي، ما بيهمون أن انبطحنا ولا ما انبطحنا، بيدوسوا علينا وبيمشوا. إذا بدهم إياه بياخذوه. طولي بالك. خلاص قلت لك محترمين مواقف الوطنية. الأولاد وينهم؟ خبيتهم. يخرب بيتك، هلا بفكروا مخبين حدا عنا. خبيتهم. لك عم بدك مرت أخي تولد بالسجن. حتى ملياكي شوي بدها تشيني منه دون. سعيد أكيد جاي الشرطة مشان خاله. أكيد الله لا يوفقك. قاعدة عم تفاولي على خالك وليه؟ ما عم فاول. معقولة يرفعوا فلقة لخاله؟ لك يرفعوكي من شعرك إلهي. خالك ما شاف شي وما بيعرف شي. بعدين خالك يكبرني، أنا ما كنت خليه يطلع برات البيت. لكن مين كان يطلع؟ أنا كنت روح أتسلل بالليل وجيب مي وشرب. وليه؟ فاتحة معي تحقيق؟ آه. معقولة يعتقلوا لخاله ويروح بين الرجلين ويموت؟ بومه بومه الله لا يوفقك. شو بومه؟ اسكتي خرسي. شو بيعرفني؟ انا بسمع انه اللي بيطلع من منطقة ساخنة فيها مشاكل بياخذوا وبيضلوا يدقوا فيها لحتى يعترف. لك شو بيعرفني على شو بده يعترف؟ بدي نقله اقواله كمان، يلي عامله بيعترف عليه. ها وعذاب المؤاخذة بجوز يعطينا اسماء مواقع مهمة. والله يا رفيق ابو نضال انا ما معكم، يعني لو محلكم ما باخذ كلامه بعين الاعتبار. هذا انا بعرفه، انا صهره وبعرف كل شيء عنه. هذا خرطي. استاذ جهاد، نحن اللي بنحدد مين خرطي ومين مو خرطي. مزبوط مزبوط، الحق معك سيدنا، بس انا عم بحكي مشانكم، يعني مو ناقصكم انتم، هي حكومه وبلد. هذا بيروح لكم ضحايا كثير. شو بدكم فيه؟ ابن حمايه بعرفه واحد ضعيف. شفت سيدي شفت؟ ما على طول بقول لك الأستاذ جهاد حريص على المصلحة العامة، يعني فيك بتعتبره من جماعتنا ومحسوب علينا. لا لا يا ابو نضال الله يخليك، ماني محسوبة لحدا منهم. أنا زلمة وطني مناضل ومؤمن بأهداف الأمة العربية. هالليل تعال أفطاصها بالمرحلة هي. إيه بعرف بعرف، تقاريرنا بتقول إنك ما بتفوت اجتماع حزبي وبتقترح اقتراحات وطنية. الله يخليك سيدنا، هذا وسام على صدري. أهلا وسهلا، شرفتونا. بيعمتك يا أخي بيزن، الله يسلم إيديك إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلين 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 أهلين. ما شاء الله، صحتين صحتين صحتين. لا تخاف أستاذ جهاد، مجرد إجراء روتيني. ابن حماك وين راح؟ يبعث لي 60 حمى عليه، خاف مشان الوظيفة أم راح حتى يشيك. هو راح يستأجر بيت تقريبا. ما راح مشان يشيك. تفضلي بالإذن. لحظة بس. عن إذنكم. ما انت شحطيني قبل شوي،
اسمعي، قصة هيك تجيبي سيرة إنه أخوك مفصول عن الوظيفة، صحيح؟ لأنه إذا عرف هذا النس أبو نضال بحياته ما عاد يرجع. تقبر قلبي مني هاللي قلت لي مزبوط، عاد واحد حشري وطاقية براغي كتير، بس مو علي. يا ريتك كنتي قبل شوي هنيك وسمعتي شو حكوا عني، شو حكوا عن نضالاتي الوطنية. دمعت عيني. الحمد لله. ليك جهاد، يعني أنت متأكد إنه ما رح يعملوا شي لسعيد؟ حاسس انه عم يخبوا علينا شيء. فعلا سيدي تصرفات غريبه، انا لاحظت نفس الملاحظه. معقوله يكون مخبي ابن حماه جوا وعم يقولوا انه ما نوه؟ لا لا سيدي، انا شفته بعيني طلع من البيت قمت رحت نتعتك وجبتك. نتعتني؟ عفوا سيدي، يعني عيطت لك وجبتك. فعلا ذاك طلع. شو عم تدور سيدي؟ عايش الشغلة. فهمت عليك تماما، بس شو هالشغلة اللي عم تدور عليها لحتى ساعدك سيدي؟ شغلة هي الله شغلة، بلك مخبيين شي هون ولا هون يعني. لا 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 سيدي، جهاد استاذ قومية ومن الوطنيين يلي بيحبن قلبك، مستحيل يخبي سلاح ببيته. يخرب بيتك، مين جاب سيرة السلاح؟ مشي معي. هلا وين سيدي؟ على المراجيح. أنا اللي بسأل وأنت بتنفذ وبس، فهمت؟ بدي أنزل على الحارة استنى لابن حماه بس يجي، بدي أمسكه وحقق معه شو شو بيصير. ماشي. وين يا جماعة؟ مستعجلين عنا الشغل. أهلا وسهلا. لا تنسى بس يجي ابن حماك بتبعته لعندي. لعندك؟ على المخفر. حاضر حاضر، رح أشحط وشحط شحط بحنية، أما أنتو أهلا وسهلا. قوت لنشوف لنا حل هالمصيبة. وين ضاع؟ شو في؟ والله ما بعرف يا جار، كنت قاعد قالت لي قوم قمت. اسألها. عيب هالحكي، امبارح كنت عندكم قلتوا لي ما بدكم طالعونا برات البيت، لك قالوا لنا اعملوا حسابنا الخبز والملح. شو في؟ لك قولوا تنفسوا بلكي ما لقينا محل نروح عليه. يا خرب بيتك، بتنتوا لنا اغراضنا برات. يا عب الشوم عليكم، يا عب الشوم عليكم، اسكت انت يا عب الشوم. بس قال انا جاي اشرب فنجان قهوه وعمل لنا قدر قيمه، وهن شو بدهن يروحونا برا؟ طولي بالك يا حبيبتي. سكوت انت، اصلا كله منك، كله منك. شوفي شوفي، لك انت قلتي لهم بدنا نطلعهم من البيت. لا انت بدك تطلعهم. انا لك ليش فايتة عم تضحك كانك فايتة على معركه؟ مو ضروري، مو ضروري تقلونا، نحن بنفهم لحالنا. اخوك نازح ولا مو نازح؟ نازح اكيد. بدكم تلاقوا له بيت تسكنوا فيه؟ يا دمرياك يا ذكر البط، انت أنا حكيتك شي؟ لا أبداً، بس هي لم نسيت إنه لازم نحكي مع الرجال. يا جار ولا يهمك، ما راح نطالعكم، أنتوا راح تبقوا معزازين مكرمين، عدوا. لا عن جد؟ ولو لو سهلة. عفريتة دول لك ايه؟ ولاده السعيد اخوة لرنتا عموت. شفتي هالتغلفة؟ تقول النينجا كونفو. بدي هالي اجيتو بدي اكل بشغلة. بدك تطلعنا وتسكن ابن حماه؟ لك مثالي لا تطوجيني، مجنونة انتي. معقول انا طلعكم عم باخد اجار منكم 7000 ليره بالشهر وسكن ابن حمايه ببلاش؟
والله معك حق، ابنه معك بدك تسكنه وتاخذ منه اجار. عيب. لك سكوت، انت سكوت. عم بيقول لك بده يخلينا بالملحق، انت عم تشجعه، ولك شو هالعقل. اسمع، قبل ما تجي رندا بدي اياك تطلع معي ندور له على شقه، لانه اذا بقي لبكره اكيد الجلطه جايتني. هلا بتروح على كل حواري الشام وبتلاقي بيت. حاضر. يلا. وين؟ رايح معك انا. يخرب بيته. لهد البيت؟ لهد الدار ولا البيت؟ الدار الدار ولا الدار ولا البيت؟ الدار الدار ولا البيت؟ الدار الدار. خربت الدار. الله يوفقك يا سعيد. وراحت عليك. هلا بيكون سعيد عم بصرخ صوت بالسما وصوت بالارض. خالي يا خالو راحت عليك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هلكت هلكت لحتى شفت لك يا هون. خدي اختي هي الستيك بالنميز وكل الاغراض اللي طلبت فيها، واحزري هي شو هي احلى اناناس. هاي شوفي ما احلاها. ان شاء الله الف صحه وهنا. مشان في شي خبر عن خالك؟ لا لساته خارج تغطيه. راحت عليه. خبرني جبت لي شوكولاته؟ ايه جبته. دوري لي على مرطبان الشوكولاته لمد خالك. صحه حبيبي. صحه. اي بص ايدي اذا مو ولاد خالك هنن سبب مجاعة الصومال. شو صار معكم امي؟ خالك خرج تغطية وابوك ما عم يرد. ليش بابا وين طلع؟ راح يدور على شقة لخالك وما راح يرجع ليلاقيها هي الشقة. انا بعرف. ان شاء الله يرجع بسرعة لانه مرت خالك صارت متوحمة بخمسين الف. ويه؟ والله أبوك ليتبحنا. إيه وليش ليتبحنا؟ ليش نحنا شو حملنا؟ الله وكيلك كل شوي بفوت على المطبخ بقول بركي بضل لي هيك شقفت موزة من سلطة الفواكه بلتمي فيها، بلاقي الصحن ممسوح مسح ومجلي ومأكول عضة منه كمان. أخي هذا اسمه رهاب. نسيت رهاب شو؟ منيح إني نسيتي لأنه أنا مثلي مو متحملك ولا متحمل فلسفتك. شو عم تبربر أنت ويا هولا؟ يمكن إجا حدا منهم. إن شاء الله يكون خالك. أخي مو متعود على هاي الشنطة، أبوك بيلقى بيتحمى. أخي أبر قلبي ما بيقدر. أمي أبي يلي متعود على الشنطة. أنا أجيت حبيبتي إسراء. أنا أجيت. إن شاء الله بتقبر قلبي. الحمد لله على سلامتك يا عيوني. يا أختي صهري طلع رجال والرجال قليلو. لك تقبر قلبي وصلنا. سلمى أمي نعمل الأولاد يلا بسرعة. إجا بابا. إيه يلا يلا غسلوا إيديكم وفوتوا دغري على التخت يلا بسرعة بسرعة. تعالوا تعالوا هون اخذ الصحن على غرفه النوم. والله شغل بالي عليك. تعالوا احكي لكم شو صار معي. تعالوا تعالوا تعالوا. ريح حبيبي ريح يا عمري ريح. شو صار لسه ما رجع؟ لا والله عم ندق له ما عم يرد. انت شفته خال؟ كنا سوا. ابوك طلع زلمه بمعنى الكلمه. ليش شو عامل؟ ما رح تشوف شو صار مشان وظيفتي. طلع مو فاصلني. زبطت المدير من هون ومن هون، قام اعتبروا لي اياها اجازه بلا راتب، وبكره راجع على الشغل. الحمد لله. وانا طالع من المديريه اتصل فيني صهري الغالي جهاد، قال لي عم دور لك على شقه انا وجارنا ابو سالي، وشفت لك شقه بصحنايا. ومنيحه؟ قلت يا ولد روح على صحنايا شوف الشقه. شفتها، طلعت غرفتين وصالون مفروشه يعني نص فرش، اجارها 25 افيره بالشهر. ولي منين بدنا نجيبهم؟ لك ما عم قلكن ارفعوا راسكن، ابوكن طلع رجال. والله بابا على عيني. راح مادد ايده على جيبته وطالع 50 ألف ليرة ودفع شهرين لقدام. لكن لك اخي لكن مشان تعرف انه صهرك جهاد على عشرتنا صار كريم وبيعرف يتصرف. بعرف اختي بعرف هالكرم هو ارتانه من عيلته. المهم ونحن راجعين ومبسوطين شفنا هذا جاركن ابو نضال مع رئيس المخفر، قال بدهن يعني يزورن مشان يسالوني كم سؤال. ايه هن اجوا لعنا وسالونا عنك. قمت انا قلت ولي عليكم ولي عليكم. شو 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 هذا مو صوت جارتنا امسالي؟ بلا ليش هيك عم تولوي؟ لك تضربوا من بين الجيران. الله لا يوفقكم.
اخذتوه تعوضي لك. امي شو صاير لهي عم تولوي؟ ورجعتوه جابوا ندم. الله لا يوفقكم. لك شو بدكم فيها؟ يقطع عمره وعمر جوزها على الصراخ. لك كل العالم بتصرخ بس مو هي. لو بتعرفوا جوزها كيف كان يصرخ كل صوت. لا في شي صاير بدي امي ما صاير شي، كلها شوية جروح وردود بشهر زمان كله بطيب. جروح وردود ليش خير؟ شوفي خالو لا تخاف، ابوك رجال والرجال قليله. ليش شو بابا كمان؟ مو لقينا رئيس المخفر وجاركن ابو نضال عم يستنونا بدهم ياخذوني على التحقيق، قام اصر صهري العزيز يروح معي هو وجاركن ابو سالي. وليه؟ وبعدين شو صار؟ شو بعدين؟ حققوا معي أنا بالأول، بعدين حققوا معهم، أنا تركوني، هني خلوهن عندهم. ليش؟ ما بعرف. أبصر بشو متورطين. أبصر بشو متورطين يا ابن الحرام؟ ما عارف! شو بك حبيبي؟ شو صحي أمك؟ بابا بابا ليش هيك عم يفيك بابا؟ خذوا عني! خذوا عني! اه يا ابن الحرام، اه يا ابن الحرام. اهلين صهر. لا تلي صهر، ولا راسهرك بفر الحديد. والله شو في شيء عم يدور فيه ولا بابا 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 خير بابا خير. شو صاير فيك؟ ما صاير شي بابا، بالمخفر كان ناقصه الممسحة مشان يمسح، قلت له هنا وانا موجود. بابا العادي عنه، مو شايفه ماسحين الاراضي بابوكي؟ كله من هالابو بريس، كله من هالابو بريس. الله لا يوفق. يا لطيف يا لطيف، المساعد اول ايده هيك. اه هيك ايده، مو معقول. شو عم تسوي؟ ولا شي بابا، ولا شي. شو عم تسوي؟ ماشي ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، اذا الي معزه عندك بس تلتهم من هالابن الحرام. حرام عليك جهاد، ليش هيك عم تدعي عليه؟ دافي عنه انت، ما شفت اللي شفته؟ هيك ايده مساعد اول. انتي بتلاقي بي جوز بس ما بتلاقي اخ. اخ اخ جلسوني جلسوني. على مهلكم على مهلكم. لا خلاص. ليش شو سعوالك جوزي؟ جوزك ما عمل شيء. لما اجى رئيس المخفر بده ياخده، قال له لا انا مفروح. رجلي يا رجل صار جهاد. قال له ليش؟ قال له لانه الشيء اللي بدي احكيه صار جهاد له علاقه فيه. ايه وشو صار بابا؟ لك شو صار؟ قالوا له مع مين كنت تتواصل وانت محاصر بالمنطقة الساخنة؟ ابن الحرام قال له صار جهاد. قال له مين كان يجيب لك اكل من برا للمنطقة الساخنة وانت محاصر؟ قال له صار جهاد. قال له مين كان يجيب لك الاخبار؟ اخبار البلد تبعنا للمناطق الساخنة وانت محاصر؟ قال له لصار جهاد. يخرب بيتك. هن فهموني غلط. ليش هن رح يفهموك غير غلط؟ خالكن هذا المجرم مزح بنضال تاريخي بالأرض. جهاد بابا جهاد بابا 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 مني عميل مزدوج. أنا معناته مشان هيك كانت امسالي عم تولول مو؟ يا الهي شو؟ يا الهي على وسالي، يا حرام على وسالي. شبو؟ لك شو شبو؟ فلا من كعب الدست؟ فلا من كعب الدست ويخبط وهداك يقول اخ 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 دخيلك اخ دخيلك اه يا امسالي هو عم بياكلها بيقول جد وهذا من الحرامي ششون ششون. طيب خالو ليش مو عاملين في شيء وانتو عاملين في كل العمايل؟ لك بابا بعد ما حكينا له شو القصة تأكدوا ببراءتنا، أطلقوا سراح هذا الأخ. بعدين اجوا وقعونا على المحضر نحن. الشرطي انتبه لقى هويته، قال لي مو هوية هذا أخو مرتك. قال لي لحظة استولوا إياه. طلع لفوق هذا شافه، شو فكر إنه بدهم ياخذوه، شمع الخيط وهرب مشان ما يرجعوا.
خفت. خفت؟ الله ياخذك. لما شاف الشرطي انه هرب رجع لعنا، قال وقف وما عدا يوقع. طالما هرب ما انا تعامل شيء. اعترفوا. واعترفتوا؟ بعد الشيء اللي عملوه معنا بالابو اعترفت. اعترفت بكل شيء. وثبتوه بالمحضر. وطلعت انا احد اسباب الازمه من هرمنا لهلا. بشو اعترفتوا بالضبط بابا؟ بكل شيء بابا. حتى صاروا كمان يورجوني صور. انا ما فهمت شو هي. قلت له مين هدول الاهل هدول مطلوبين؟ بتعرفهم؟ خفت اقول لا. قلت له بعرفهم. مين هذا؟ قال له هذا فلان. اي اسم اعطيه؟ هذا فلان، هذا فلان. شو بدي اعمل؟ بس بدي اطلع. كيف العفو عنكم؟ بابا ورجوني صوره بالغلط واقعه مع بين المطلوبين لواحد رجل مهم ومسؤول كبير بالدوله. قال هاد بتعرفه؟ خفت انا. وانا شو بيعرفني فيه؟ قلت له بعرفه. واعطيته اسم. اخترعته؟ اعطيته اسم جدك. حطيت اسم ابي على انه ارهابي جهاد؟ انحليت انا بقى. والمساعد اعتذر منا وبوسني انا وسالي وقال لا تؤاخذونا واطلعوا والله معكم. على راسي الصهر. على راسك يا ابن الحلال. يلا الحمد لله على سلامتك بابا، ما في مشكله. قالنا خاله انك لقيت له شقه ودفعت له اجاره شهرين لقدام، بكره بيروح ونخلص منه. شو انا مخلفه وناسيه؟ بكره بترجع لوظيفتك وبتقسط لي اللي دينتك اياهم. انا كل حيلتي 100,000 ليره انا والمخلوقه. راح 50 وبقي 50 الحمد لله تاركهم لساعه الغفله. شو بكو؟ شو في؟ ساعة الغفلة. شو بها ساعة الغفلة بابا؟ بابا أنت مو قلت لنا إنه كل شيء بتتوحم عليه مرت خاله نجيبه؟ طبعا. مرت خالكم هي؟ مرت خالكم؟ أنا مشان ها؟ شو بدي فيه؟ شو ما طلبت لبن عصبور بكون جيبوه؟ هون المشكلة بابا. مرت خاله توحمت اليوم بغراض بقيمة 50,000 ليرة ونحن دفعناها. See you.